أنا متأكد 1000% أن المسؤول يعتقد بأن المعرض الكتاب الدولي ما هو إلا مكان نبيع فيه كتاب. قابلين في خيام يقام هذا المعرض. ظاهرة ثقافية عامة في قضية حق الناس في الوصول إلى الفكر العالمي. يعني حتى أنت لما تقول مكتبات محلية أنت تحدد المجتمع بحدود المكتبات المحلية، بينما هذه الفعالية يفترض أنها لحظة انفتاح المجتمع على الإرث الإنساني. هذا جزء مهم من تجربة المجتمعات وقيمتها. وإذا كنا ندرك أن المعرض الدولي في الرياض للتو انعقد بكافة إجراءاته وحجمه ومساحته، بالإضافة إلى ذلك الظواهر المهمة حصلت دون أي شعور بعدم بالعجز عن العمل ذلك، بل أيضا الأكسبو في دبي أنتوا شفتوا ظاهرة عالمية ولم تعلن أي من هالدول عجزها عن إتمام المشروع. كانت كثير من الدول العربية كانت تعرف الكويت بمجلة العربي ومعارض الكتاب والأنشطة الثقافية والرموز الثقافية في الكويت، ولكن الفترة الأخيرة بدأت الكويت تتراجع ثقافيا. لماذا غاب معرض الكتاب الدولي هذا العام؟ غاب لأن كثير من المسؤولين لا يعلم أهمية الثقافة، وكثير من المسؤولين هم إداريين وليسوا مثقفين، وهذه الإشكالية التي تكمن في الكويت بأننا من يتقلد مسؤولية الثقافة قد يكون بعيد عن الثقافة. العذر بأرض المعارض أو المعارض في مشرف أنها موجودة الآن هي للتطعيم، أصلا تحويل التطعيم إلى مراكز الصحية المراكز الحكومية وإلغاء اللي في مشرف أوفر أصلا للدولة، أو المفترض أن لا يسمح لأصحاب هذه المكتبات أن تتضرر أو تتعرض للخسارة، يعني حالهم حال كل القطاعات التجارية الأخرى. اليوم أنا أعتقد أن عندنا معضلة رئيسية اللي هي ماذا تريد الدولة من الثقافة؟ هذا السؤال مهم. لما نتحدث لماذا يغيب معرض الكتاب نسأل السؤال بطريقة أخرى، ماذا تريد الدولة من الثقافة؟ وهذا شيء مهم جدا. اليوم للأسف الثقافة الكويتية بدأت تغيب، بدأنا نستورد ثقافات من الخارج. يعني كثير من الدول الحوالينا والمجاورة حولتها دولي وما عندها أي نوع من أنواع المشاكل، ولكن حكومتنا تحب تواجه الفرحة، تحب تواجه أي شيء يسعى لهذا التقدم. يعني حكومة إدارتها في كل القطاعات من تخبط إلى تخبط أكثر. اللي أحب أقوله إحنا نناشد رئيس الوزراء ووزير الإعلام وكذلك المجلس الوطني لسرعة اتخاذ قرار جريء وسريع بإقامة معرض دولي. إحنا قابلين في خيام يقام هذا المعرض، لكن يجب أن يقام هذا المعرض. هنالك سياسة معروفة، جميع المسؤولين خاصة في المسؤولين عن الشأن الثقافي في الكويت عندما تذهب إليهم في المكتب في الغرف المغلقة في الاجتماعات المغلقة، يعني الشمس بيد والقمر بيد، ويقول لك بأننا سنقوم وأنتم ونحن ندعم الثقافة، ولم نجد منهم أي دعم للثقافة. هنالك عشرات الاقتراحات من مكتبات ومن دور نشر ومن مجامع ثقافية ومن مثقفين تم طرحها وبالكتب ومثبتة ومؤكدة بالمستندات، ولم يتم الأخذ بها في أي شيء.